كفايه بقى، انت بتاكل في اخر زادك خلاص، كفايه اتعشيت اهو مريت بطنك. الحمد لله حاجه يعني حصلتش لسه بقى. ايه في السهره؟ تلات تذاكر مسرح ولا حفله؟ صف كده قداماني زي الناس اللي عايشه ونطلع في التلفزيون. لا وانت اسم الله قمر، اول ما يشوفوك هيكتشفوك على طول. لا خلاص يا وسيم، اعتبر الثلاث تذاكر دول محجوزين، بس انا نفسي اعرف حاجه، ايه اللي عاجبك في جورنان خليل هاشم؟ بيفش غلي. استغفر الله العظيم يا رب. طحالب خضره في نفسيته، سواد وحقد ما يغركش شكله. يا ست كوثر ممكن لو سمحتي ما تقطعيهوش، سيبيه انا عايز اسمعه، انا نفسي استفيد في شغلي انا. باشا انا عايز اتكلم براحتي من غير ما حد يهددني. لا مفيش تهديد، قول لي بتفش غلك ازاي؟ يا باشا انت عارف وسيد اللي عارفين، فيلات، عربيات، شاليهات، موبايلات، كله بيلهف وبيجري. يعني اي حد من وجهه نظرك معاه فلوس يبقى حرامي؟ فين وفين بقى لما تلاقي واحد فلوسه حلال؟ طب ما انا اهو واخويا اهو بنشقى وان شاء الله فلوسنا حلال وغيرنا كتير جدا. ده كفايه اللي بيسافروا وبيتغربوا بعيد عن بلدهم وفلوسهم حلال ان شاء الله وبيرجعوا هنا مصر يعملوا مشاريع. بفئه ال 1000 جنيه. أنا بتكلم عن فئة المليون، المليار. يا واد يا واد أنت يا بتاع المليون والمليار، قول لي ما حاولتش تتحقق مرة من اللي بيقوله خليل؟ كلامه مظبوط. رجال الأعمال معظمهم حرامية، بيلهفوا فلوس البنوك. مش كلهم بقى معلش، في رجال أعمال ما شاء الله محترمين جدا وبيعملوا مشاريع وبيشغلوا ناس وبيعملوا خير كتير قوي. يا شيخة، واللي بيدخلوا مجلس الشعب عشان يحموا مصالحهم بالحصانة. اللي بيعمل كده بيتكشف يا وسيم، ومش كل البلد كده. طب هتقول ايه بقى في لعيبه الكوره اللي بياخدوا فلوس قد كده وهم ما بيلعبوش، والممثلين اللي بيمثلوا اي كلام، والمغنيين اللي بيغنوا اي كلام؟ مش كلهم بيعملوا كده. اه كله بيعد بنك نوت. هي دي بقى فكرتك عن بلدك يا وسيم، نص الكلام اللي بيتقال ده كذب وتجاره. الراجل ده بيتاجر بمشاكلك عشان يبيع مش اكتر، ما عندوش اي هدف تاني. احنا لسه ما اتكلمناش في السياسه، تعالى بقى لما اقول. يا عم عايزين نروح على رجلينا، مش عايزين نروح في بوكس. انا تحت حمايتك يا ريس. لا 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 مفيش بوكس ولا حاجه يا كوثر، البوكس هنا في دماغه. نهزر بقى، راجل محترم وبيحافظ على مصالح الناس الغلابه. طيب واذا اثبت لك انه بيتاجر بيهم مش بيدافع عنهم؟ هعمل نفسي مصدقك لحد ما امشي، لكن اللي في القلب في القلب. بقول لك طحالب خضره في نفسيته حقود. يا وسيم انت بقيت واحد مننا، وكوثر ما بتبطلش راغي، اكيد قالت لك. هل تعرف ان سكره بعتني عشان الفلوس؟ لكل جواد كبوه. ده انت هتجنني والله يا وسيم، ازاي بدماغك دي بيدافع عن الغلابه وهو بيعايرني عشان قريه الصيادين اللي انا جاي منها وعشان الحاره اللي انا اتربيت فيها؟ يا سيدي ده راجل بيضرب تحت الحزام عشان مصالح شخصيه، ازاي انت تصدقه بعد كده يا وسيم؟ يا عم يوسف انت مش فاهم، اصل الموضوع اساسه ان كل ما الواحد يقول حق. بقول لك ايه والنبي، يا ريت بس ما تنساش البوكس بتاع العشاء بتاع الواد ده، مش البوكس لا، وحياه والدك كتر الفاكهه. خلصنا، كسفتني وخليت رقبتي قد السمسمه، كل ما اخدك معايا في حته تفضحني بالشكل ده. ايه يعني في ايه؟ كنت بقول رايي يا اخي. خلي عندك دم، اخويا واخدك معاه يعمل معاك واجب ويعشيك، تقوم تتكلم على عدوه بالشكل ده؟ يعني ايه ابيع مبادئي واغير ذمتي بعشوه؟ دي ولا مالين الدنيا كلها. تصدق وتامن بالله ان انت ما عندكش دم. عايزين ايه تاني؟ بتاكلوا وبتشربوا وميت فل و14 وبتشتموا الحكومه ليل ونهار، وفي الاخر كل واحد بيروح على بيته من غير ما حد ياذيه ولا يتعرض له. هتنهبوا طبعا، ما انت مستفيده من الوضع قائم، بتعدي بنك نوت مع كل كشف. الله يخرب بيتك وبتقرك عليا، انت متغاظ مني عشان مش عارف تكسب زيي، عشان كده بتحقد عليا. ما تشخصنيش الامور يا اخت كوثر. اخت؟ المساله مساله مبدا مش اكتر من كده. بعد اذنك، مش انا عايزها. الراجل عقله فوت ولا ايه؟ على ما اذكر اني متجوزاه على سنه الله ورسوله وبيقول عليا اخت. هو انا هفضل اخت طول عمري ولا ايه؟ يا ترى في كم واحد بيكره نفسه وكل اللي حواليه زي وسيم؟ كم واحدة ماشية معاها شوية زي كوثر؟
شايف الدنيا زي الفل. لمصلحة مين الناس دول بيتلعب في دماغهم بالشكل ده؟ أكيد سكارة كانت بتقرا لها وأنا مش عارف. أهلاً أهلاً وسهلاً، اتفضلي. إيه ده؟ إيه الوسع والبراح ده كله؟ ده أنا عمري ما اشتغلت في شقة زي دي قبل كده. يا ما تقول الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. يا الله أكبر، وحاسه في عين اللي ما يصلي على النبي. عليه الصلاة وأفضل السلام. أهلاً وسهلاً. الله، مال صاحبة الشقن بوزها شبرين ليه؟ عايزاني أعمل إيه يعني؟ أتحزم وأرقص من الفرحة؟ يا بنت احمدي ربنا، ده أنتِ كانوا بينيموكي على بطانية قديمة في المطبخ، قولي الحمد لله. الحمد لله. بيني وبينك الشقة كده من غير عفش شكلها يقبض. العفش تنقية العروسة بقى، أنا يا دوب جبت سريرين عشان ننام عليهم والترابيزة والكام كرسي، وهب أنزل كمان أشتري التلاجة والبوتاجاز علشان أدور الشقة وكام كرسي كمان. تعالوا تعالوا شوفوا كم اوضه جوه، عندك حمامين وبانيو يا سكره. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، هما في الدنيا يا بنتي؟ يا عيني يا رب، فرحانين قوي بالشقه. ايه ده انت لسه قلبك واكلك عليه؟ خليني ساكته يا خالتي عشان انا قلبي شايل ومعبي، ولو اتفتحت محدش هيلمني. اصل هو كده القط ما يحبش الا خناقه، وقال على راي المثل اخذت خدمه الغص علقه. استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك ايه، فين الأوضة اللي فيها سرير؟ أنا تعبانة وطهقانة ومش طايقة أكلم حد. يا أستاذ لازم تعرف كويس إن دي أكبر إهانة للجريدة. ليه بس يا أستاذ؟ هو إحنا اللي قلنا لها تتنزل عن حقها وتاخد فلوس؟ طبعًا. أمال ما هو هدفها بالأول إنها تستغلك وتستغل أكبر جريدة في البلد عشان تلاقي فيها قرشين. معلش، ناس كتير قوي ممكن تخضع قدام إغراء زي ده. وبعدين حضرتك ما تزعلش، إحنا نشرنا والناس اهتمت والتوزيع زاد. ده كلام إنشاء يا أستاذ. حضرتك اللي حطيتنا في الموقف المحرج ده، وانت برضو اللي لازم تتحمل المسؤولية. وانا ما انكرتش المسؤولية. على العموم انا قدمت مذكرة لرئيس التحرير بنقلك من القسم. وطبعا رحب رئيس التحرير بمنتهى الحماس. سعادتك ممكن تعتبر نفسك من دلوقتي على ذمة ارشيف الصور. ارشيف الصور؟ مش عاجب حضرتك قدم استقالتك؟ والله فكرة لطيفة برضو، بس هتريحك افندم. هتريحك، وانا مش عايز اريحك. موضوع الاستقاله ده مش هيحصل ابدا، والله لو وديتوني المخازن مش الارشيف برضو مش هستقيل. دي بالله بقى، هو العياط عمره ما يرجع حاجة؟ ولا العياط ولا غيره، اللي بيروح ما بيرجعش. الواحد بس مش قادر يهوش دموع. ليه بس يا حبيبتي؟ ما زي ما ربنا رزقك بالمال إن شاء الله هيرزقك بالراجل اللي يسعدك ويهنيكي. وأنا زعلانة على عريس يما ولا بفكر في جواز. فاهمة يا بنتي، ورحمة أبوكي حاسة بيكي وفاهمكي كويس. يوسف مهما عمل بس مش كده، كان بيعمل اللي بيقدر عليه من غير ما يخسر نفسه. بس انا بقى. انت ايه بس؟ انا غدرت بيه، كان قدامي حل تاني وركبت دماغي. جايه تقولي كده دلوقت؟ ضحكوا عليا وضحكت على نفسي، ما انا كمان زهقت. هيحصل ولا مش هيحصل؟ هنقدر ولا مش هنقدر؟ هنكمل ولا لا؟ نزناز نزناز يما كان بينشر في مخي، ما بنامش، زهقت، قطعت ايدي اللي بتوجعني عشان اخلص. وانت دلوقتي هتعرفي تنامي؟ جايز. ليه لا؟ مش يمكن لما ارتاح والدنيا تزهزه في وشي وتديني حقي ربك يبدل حال عن حال؟ قادر ربنا على كل شيء يا حبيبتي. قومي اغسلي وشك وروقي كده وانسي اللي فات، وهو ربنا بيعوضك في اللي جاي. لفي واتفرجي على شقتك اللي تشرحي الان. مش عايزاه، كرهاه وكره نفسي. ليه بس؟ ما كنا هدينا وبقينا كويسين. انا كل خطوه بدوسها كاني بدوس على قلبي،
بدوس على يوسف الفلوس اللي اتدفعت لي فيه. شوفي يا اختي الاستاذ مسلط صحابه يكتبوا عنك ايه. انا مش عايزه اشوف حاجه. خدي يا بنتي اقري لها يمكن ده يفوقها. الشغاله المتهمون الاعلام، مين اللي اشتغل التاني؟